من كافنتري البريطانية معي رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. إلى أي مدى مهم لكم هذا التأكيد اليوم، تأكيد استخدام المادة، خاصة بأنه المنظمة لم تذكر الطرف الذي استخدمه؟ لا يعني اولا مساء الخير. طبعا لم تذكر الطرف الذي استخدموه، هذا امر طبيعي لان المنظمه ليس من مهمتها، ليست جهه قضائيه كي تذكر الطرف الذي استخدم الاسلحه الكيميائيه، ولكن من الواضح والمعروف ان النظام هو الذي قام باستهداف ثراقب بغاز الكلورين، ليس ثراقب لوحدها. يعني نحن سوف نشارك بعد عدة أيام في مؤتمر أو في لقاء في باريس حول قضية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في الأراضي السورية. طبعا هناك استخدام من قبل التنظيم، من قبل قد يكون من قبل النصرة، ولكن بشكل مؤكد الاستخدام الأكبر في سوريا هو من قبل نظام بشار الأسد الذي استخدم غاز الكلورين بشكل كبير جدا داخل الأراضي السورية. وهنا نقول أن هذا التقرير يؤكد ما نشره المرصد سابقا عن إصابة 11 حالة في ثواقب بحالات اختناق وأيضا حالات كثيرة لاستخدام الكلورين داخل الأراضي السورية. طيب، في يحكى كثيرا اليوم عن قيام النظام بتسهيل وصول داعش لمخازن كيماوي. سيد رامي، هل نعرف شيئا عن هذا الموضوع؟ و لا يعني التنظيم في ريف حلب الغربي وفي مناطق أخرى استخدمت الأسلحة الكيميائية، استخدمت في محافظة إدلب من قبل النظام، في ريف دمشق استخدمت، في كسرى أي استخدمت في عدة مناطق. كثير من المرات كان هناك استخدام للنظام لغاز كلورين، ولكن داعش أيضا استخدم غازات باستهداف المعارضة السورية في مارة، استهداف القوات الكردية في أكثر من مرة، حتى أن هناك بعض الاتهامات لفصائل إسلامية جهادية بأنها أيضا استخدمت. ولكن ما نقوله اليوم بأن أيضا إذا أردنا التحدث عن داعش، التحدث عن فصائل جهادية، لكن من هو المستخدم الأكبر في سوريا لهذا الغاز؟ هو نظام بشار الأسد، وبعلم روسيا. وما جرى في الغوطة الشرقية كانت العملية بإشراف كامل من قبل القوات الروسية، أن روسيا على دراية بكل أنواع الأسلحة التي استخدمت في الغوطة الشرقية أقله. أنا أشكرك من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان.